بعدما تأكد رحيل النجم المغربي حكيم زياش عن فريقه تشيلسي، يبقى السؤال الشاغل في عقول المغاربة: من هو فريق زياش الجديد؟ هذا السؤال سنجيب عليه من خلال هذه الحلقة، ولكن قبل الدخول في التفاصيل، لو كنت من عشاق ومحبي النجوم المغاربة والمنتخب المغربي، أتمنى تدعمني وتشرفني بلايك للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلك كل جديدنا خلال الفترة القادمة. أولا، من هم الأندية المهتمة بحكيم زياش حسب الصحف العالمية الموثقة؟ من إيطاليا عندنا ميلان وروما، من ألمانيا بروسيا دورتموند، وكذلك من هولندا أياكس، وأيضا من فرنسا باريس سان جيرمان، وأخيرا عرض مغري جدا 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 للانضمام إلى نادي الهلال السعودي. لكن حسب كل الآراء، حكيم زياش بيفضل الانتقال إلى باريس سان جيرمان ومجاورة مواطنه أشرف حكيمي. حتى الآن أيضا نادي تشيلسي منفتح على بيع زياش ووضعه على قائمة الانتقالات بلا أي شك، ولكن يطلب مبلغ زي ما اشتروه من أياكس بحوالي 35 ل 40 مليون يورو، عاوزين يبيعوه بمبلغ يعني قريب من كده عشان ما يكونش خسروا قوي في طبعا حكيم زياش. في نهاية الأمر، حكيم زياش إضافة لأي فريق، حكيم زياش لاعب كبير، لاعب موهوب، لاعب عظيم بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وأنا متأكد إن شاء الله في تجربته القادمة أما ياخد الفرصة هتشوفه نسخة عظيمة، هتشوفه فعلا أفضل لاعب عربي بلا أي نقاش.